ديال كورونا كتحبس الامور كنقزو، شكون اللي تفكر هاد الوليدات؟ حتى واحد ما تفكرهم، لا الناس ديال القتيبه المسؤولين يعيبوا على الاقل يفكروا فيهم يقولوا راه هاد الوليدات دار واحد الانجاز الو خصنا نكرموهم، ولا امام حتى على صعيد النيابه ديالنا حتى واحد ما لم يحرك ساكن باش يمكن هاد الوليدات يتكرموا. وانا لحد الساعه ما قراتش ندير لهم واحد الحد خاص بهم هما، لانهم داروا انجاز كبير لا هما ولا البنات. البنات خسروا ماشي بسبب انهم ضعاف، البنات خسروا بسبب ان ما كايناش التجربه، البنيه تاعنا باقي عندهم داك الخوف والهلع ملي كيدخلوا لواحد اللي غريب عليهم، سيرتو في قاعه مغطاه. في الخنيفره لعبنا في البلانير، كان عندهم افونتاج لانهم ولفين البلانير، فاش دخلنا يلعبوا في لاصال داك الارتباك اللي حصل لهم هو اللي خلاهم يخسروا. ماشي حيت كانوا اصغر البنات هما اللي عندنا بالنسبه للاج، يعني اصغر راج كان عندنا واحسن بنيات تكنيكمو كانوا عندنا، ولكن سي دوماج انهم خسروا. واني هذا ما كيعنيش انهم ما داروش عليه، انا بغيت نهضر على هذه المسائل هذه لان في الحقيقه ارقاتنا كاملين اننا عشنا صداع عشنا المشاكل ومع ذلك كانت الانجازات. ظل الظروف الماديه اللي ما كايناش درنا انجازات، ظل التيران اللي ما كاينش درنا انجازات، ولكن لا حياه لمن تنادي. شكون اللي كيعترف بهذا الانجاز؟ حتى واحد ما كيجبدو، حتى واحد ما كيهضر فيه. فاننا كنتسارعوا على الانجازات، كنتسارعوا على ان الوليدات نلعبوهم الرياضه، فتيزدوا علينا بما ما يخليناش نلعبوا الوليدات الرياضه. فين غادي نديهم؟ دابا حنا عندنا تيران ديال ثانويه طرق مزيد عليه النوبه، كيترينو فيه البنات الصغار، يترينو فيه الدراري الصغار، يترينو فيه الدراري الكبار. مع ذلك البوطو ما كاينش، يعني البوطو راه محيد، كنحطوا البوطو ونهزوا البوطو في ظل الوضعيات ديال اننا المؤسسه دائما البوطو خصنا نصايبوه، البوطو دائما محيد. ومع ذلك حتى السلطات ما كتعاوناش في هذه المساله، ما كاينش حمايه للمؤسسات، ما كاين حتى شي حاجه، وحنا كنتحاربوا ونتمناو اننا الامور تكون احسن. وانا شكرا للجميع وشكرا للدراري، ما نساوش ان هاد الصغار اللي دازوا راه بسبب الدراري الكبار باش دازوا، راه ماشي غير تيوقفوا معاهم في التيران، راه وقفوا معاهم في التيران، راه مشاو معاهم، راه وقفوا معاهم، راه جراو معاهم، راه جلسوا معاهم، ضادوا معاهم، زعما راه كانوا مساندينهم 100%. لا اللي كيترينيو بيهم حتى اللي ما ترينيوش بيهم راه وصلوا عليهم من مراكش باش يمكن يساندوهم. وهذه انا بعدا ميزه لان حنا اليوم تندير واحد جمع عام في نفس الوقت ديال الجمعيه، ولكن في نفس الوقت ديال عائله ديال كره اليد. حنا في هذه القصيبه ما عندناش جمعيه ديال كره اليد، عندنا اون فامي، عائله كتضم الصغير والكبير وكلشي كيتساند مع بعضياته، لان باش يجي الدري الكبير يترين الدري الصغير ورغم انه ما كيقتضيش ما تيشدش ماديا حتى حاجه، يعني خدام متطوع هو محتاج انه يشد ماديا، هو ماشي محتاج، هو عنده الحق يشد. ولكن سي دوماج اننا ما عندناش حتى الماديات، ما كرهناش بكل شيء اننا نوقفوا كاملين. الوغ بالنسبه للتحفيزات ديال اللاعبين، جلسنا حتى سالينا لافاز الاولى، عاد ملي جات الكورونا وحبسنا لان ما كانش عندنا باش نكملوا. لو كان ما جاتش كورونا وكان خصنا نكملوا المرحله الثانيه، داك الشيء اللي بقى عندنا ما يكملليناش المرحله الثانيه. خرجت لينا 3 مليون البلديه باش تعطيها لينا، ما تعطاتناش ديال الوضعيه ديال كورونا، وبقينا بلا حتى حاجه. اذا اش غنديروا حتى لاخر لحظه من تحفيزات البطوله ما غنكملوش؟ عاد باش عطينا الدراري التحفيزات ديالهم، وماشي تحفيزات راه كيسمي التحفيزات، ولكن هي راه غير المهم درنا معاهم الصوار كان لو جيست، وما هما يستاهلوا اكثر من هذاك الشيء اللي يشد. وانا كنشكرهم قدام الجميع، وما كرهتش هذا الصوت ديالي وصل لكل السلطات. بغينا تيران، بغينا ملعب، بغينا قاعة مغطاة، هاد الدراري يسو موتيفي باغيين يلعبوا، فين غيلعبوا؟ ما عندناش ملعب خاص بينا ندريني وقت ما بغينا، حتى المؤسسة راه عندها إكراه، راه كاين الأساتذة خدامين، يعني حنا خصنا ندريني الوقيتة اللي الأساتذة ما غيخدموش، إمتى ما كيخدموش هاد الأساتذة؟ عندنا يا إما الخميس العشية والخميس المغمر المرادة في الخدمة، الجمعة في العشية، السبت في العشية، تيولي عندنا أن شوا اللي محدود، ما عندناش الحق ندريني وقت ما بغينا. اذا هذا حتى هو اكراه، فما كرهناش ان هاد الناس عياو ما يوعدوا فينا بالتيرانات، عياو ما يوعدوا فينا، عينا ما نشوفوا في المشاريع، والمشاريع على ارض الواقع ما كايناش. انا ملي بديت هاد الفرقه دارت على اساس ان التيران ديال الباسكيت اللي كاين عندنا هنا هذا الوعد هو اللي كان يتعطى، غادي ديروا فرقه التيران ديال الباسكيت هذا غادي يتصلح، غادي يدار فيه تيران ديال الهوند، وغادي يدار فيه الباسكيت والفولي دي مونتان بحال القاعه المغطاه. صافي تجي في هاد التيران كاين، ما عندناش اكرام، بدينا على هذا الاساس، دخلنا المحافظ سعيد
تيران ديال الباسكت داروا ليه ترقيع وبقى تيران ديال الباسكت ما تزاد فيه حتى شي حاجه، وحتى من حتى الارضيه ما تبدلاتش، الارضيه من سوا الارضيه كطيح الناس وكتهرسهم، ومع ذلك بقات هي هي القاعه المغطاه عندكم في القصيبه من 2008 وهي كاينه القاعه المغطاه، وشي قاعه مغطاه ما شناها الزاويه من مورانا هي القاعه المغطاه بالذات، ما عندهم لا فرقه الباسكت ولا فرقه ديال الهوم. القصيبه عاشت الباسكت في الطوب وعايشه الهوم الحمد لله في الطوب، ومع ذلك ما عندهمش قاعه مغطاه. الوغ كو شفت انا دي بتي باتلان، غير دي بتي باتلان في الخلاف، الخلاف القيفار. انا كنت تمنيت انني نصور واحد الدائره كاين اللي كيعرف وانت غادي لهذا ما بين هذا واد العبيد و تساوت، كاينه واحد لابوش ديال واحد التراك كاينه على اليمين، تيران في الخلا مركب رياضي، مركب رياضي فيه لهم فيه الباسكت فيه الفولي فيه الفيستير فيه كل شيء كاين، وما فيه حتى حد ما كاينش اللي يلعب كاع في هذاك التيران، وشكون اللي كاين والو غير الخلا والعربيه، ومع ذلك عندهم مركب رياضي. حنا القصيبه قصيبه حدات الحمد لله تلقى نتصايبو الزناقي دصو كل شيء كاين، ولكن الارضيه ما كاينش التيران ما كاينش، وحنا دابا من احد الساعه كنطلبوا انهم يديروا لنا التيران. انا غنوصلوا للمهزله الثانيه وهي مهزله هذا التقرير المالي اللي دائما حنا خدامين فيه، تنهضروا في التفاتيف وما عندنا حتى شي حاجه. انا بالنسبه للمداخيل ديال هذا ديال العام فات ديال 2019 2020 فكانت عندنا يلاه اللي تعطاتنا وماشي حتى 2019 2020 يعني 2 مليون ديال لا سيزون اللي ديما حنا كنخدموا، لان الدعم اللي كيتعطى ما كنشدوه حتى تنكونوا صرفناه، يعني لا سيزون راه مشات، يعني حنا راه ماشي كنشدوه باش نصرفوه في لا سيزون، كنشدوه بقاو نتسلفوا عاد نوصلوا اننا نشدوه. إذا كانت عندنا واحد 20,000 درهم اللي تعطاتنا من البلدية، الجهة عطاتنا 15,000 درهم، وعاد هاد المشكلة ديال الجهة ما نعرفش أنا شكون اللي خصو يوصلها، أن هاد الدعم اللي كيتعطى فيه النص وما كنعرفوش النص الآخر فين داز. ألوغ العام الأول عطاونا 50,000 درهم، قلنا الحمد لله غادي نلقاو باش نتحل، فكيعطيونا جوجو يعطيونا 25,000 درهم تيقولوا لنا هاكو خدم صرفوها، وملي تبروها نعطوكم المباقي، فبررناها باش دينا حتى حاجه. الوغ العام اللي من ورا غادي يعطيونا 3 مليون، غادي نشدو منها ثاني واحد مليون ونص، مليون ونص واحد تتبرر، بررنا مليون ونص ما شدينا حتى شي حاجه. اذا فين مشات هاد المسائل ديالنا حنا اللي محسوب علينا وما شديناهاش؟ لا المهم شدينا 15,000 درهم من جهه الجامعه تتعطي 5,000 درهم كل عام تتقول لك تنعاونكم على قبل لي جون، الجامعه كتعطينا 5,000 درهم، وحنا العصبه فرضت علينا العام اللي قبل هو ان الصغار يلعبوا في لوفي دريدو ديال الكبار، اذا بغى يولي عندك اكراه انك تجيب الصغار تلعبهم ولا دير بلاصتي تدي معاك الصغار والكبار، والترونسبور ديال البلديه اللي كناخذو باش نمشي ما غايكفاليناش الصغار والكبار، اذا تيولي عندنا اكراه اخر ديال الترونسبور، اذا غادي نخسروا على هاد الصغار اللي عطاونا فيهم 5,000 درهم، غنخسروا حنا اكثر من 5,000 درهم، والفرحه علينا حنا شرفنا اننا يلعبوا الوليدات الصغار دايما باش يتحركوا، ولكن على الاقل الدعم المادي يكون على قد البروغرام، الا درنا واحد البروغراماسيون يكون الدعم ديالها على قدها. الوغ بالنسبه لهاد درنا واحد البادره مشكورين بعض الاعضاء ديال المكتب، وهذا درنا واحد البادره ديال اننا كنطلبوا المساهمات من بعض الناس الخيرين اللي بغاو يعطيونا المساهمه ديالهم، وصلنا جمعنا 1,500 درهم، كما اننا درنا واحد البادره ديال الانخراطات، لان كتعرفوا بان غير الجامعه غير الانخراط ديالنا كتخلص الانخراط كتخلص التامين على كاع الوليدات فين ما كل درهم خصك تخلص عليه 20 درهم على قبل التامين ديالو باش يكون مامن ويكون مهني. اذا هذه المساهمه حتى هي كتلعب دور في اننا كترث لنا المساله الماديه، كما ان واحد الاخ مشكور ودائما كيوقف معنا وكيساهم معنا، حقيقة وقفنا على الناس ديال القصيبة ومع الأسف ما كاينش، وقفنا على الناس اللي ماشي من القصيبة ومع كامل احتراماتي وقفوا معنا، هاد السيد هذا وقف معنا
نهار بغينا نشريو جوائز لوليدات الصغار ديال المدرسه اللي تحرمنا منهم هذا العام، ووقف معنا نهار هذا العام كنا عندنا ان جو توني ديال الكبار، عندنا دو جو توني ديال الكبار تيلعبوا بهم البنات الا مشاو، يلعبوا بهم الدراري الصغار الا مشاو، يلعبوا بهم الكبار الا مشاو، يعني ما عندناش جو توني لكل كاتيجوري بوحدها، حتى هذه ما قدرناش نديروها الاكراه المادي. فكيجي هذا السيد كان نهضروا معاه غير راه البنات محتاجين واحد جو توني، قال لك مرحبا خلص ليهم الجو توني ديالو ب 2500 درهم، شرينا هذا العام اول مره غيكون عندنا ان جو توني ديال البنات اللي كيشرف البنات يلبسوه ويلعبوا به والحمد لله. اذا المجموع اللي كان عندنا ديال هذا التوتال هذا كاع ديال المداخل كان هو 45000 درهم و500، كان باقي عندنا من الحساب القديم واخا ماشي باقي عندنا، سي فغي كان في الكونت واحد 8500 درهم، ولكن هاد 8500 درهم راه باقي لحد الساعه كيتسنى فيها 8000 درهم ديال واحد السيد اللي سلفنا الفلوس باش نكملو، مازال لحد الساعه ما شدوش لان كنا كنتسناو الدعم ديال الان كيدير ديك 3 مليون اللي تعطاو لنا البلديه باش نردو للسيد الفلوس ديالو، ما شدينا حتى شي حاجه، وحنا مجبرين يبقى عندنا على الاقل واحد لاسوم في الكونت اللي حتى مثلا حاليا ملي غادي تبغي تبدا خص يكون عندك باش تبدا، ما يمكنش تكون ازيرو. المجموع اللي كان عندنا هو 54000 درهم و83. الو جينا للمصاريف بالنسبه للتنقل، عندنا جوج خانات في التنقل، عندنا التنقل من اجل المقابلات فاش كيمشيو الكبار يبغيو يلعبوا ولا ميم الصغار، لان كان عندنا التنقل ديال الكبار كان صغار، الصغار مشاو للخريبة المره الاولى مشاو للزم المره الثانيه، يعني دائما كيكون عندنا مصاريف خاصه بالتنقل، كما اننا عندنا مصاريف خاصه ديال اللعابه باش يجيو يتريني، فكيجيك واحد المنديم اللي خصو يتخلص، كاين اللي كيجي من قلعه السراغنه خصو يشد المصاريف ديالو هذا زي نورمال، كاين اللي كيمشي يقرا ويرجع خصو يشد باش يمشي. اذا عندنا بالنسبه للتنقل عكار التنقل فيه 5130 درهم، هذا حيت لعبنا غير فاز ما لعبناش الفاز الثانيه، والحمد لله ان الفاز الاولى كانت عندنا الاغلبيه المقابلات ثلاثة مقابلات كنا داخلين وجوج مقابلات فقط اللي خرجنا، والديبلاسمون اللي كيشد لينا الفلوس بزاف هو ديال البنات. بالنسبة للتحكيم، التحكيم 4550 درهم، هذه 4550 درهم اللي عطينا ديال التحكيم في الفاز وحدة ماشي في دو فاز، وإلا مشينا حتى دزنا البرومييير ديفيزيون غتعول على التحكيم تيدوبل، كنا كنعطيو 600 درهم 650 درهم في التحكيم وكنتشكاو عندنا مشكل، فباش غادي توصل للبرومير ديفيزيون غتولي تحط فيها 1200 درهم في كل ماتش وما عندكش الحق تهضر. التغذيه 3220 درهم، يعني وتغذيه على قد الحال، يعني راه كنا واحد الوقيته واحد العام كنا كنديروا الافطار كنفطروا الوليدات قبل ما يتحركوا، يعني الكبار كانوا تيفطروا هنا بالقهوه عاد تيتحركوا تيمشيو تيتغداو، يعني كنا كنديروا الماكسيموم هاد العام، يلاه التغذيه عين الغدا ويلاه كنمشيو معاه ويسمحوا لنا اذا فرطنا فيهم شي حاجه. بالنسبه لشراء المعدات الرياضيه والجوائز، فكنا خدينا التوني ديال الكبار وصلنا ل 12218 درهم، وماشي حتى لهاد العام كاملين لان كنبقى تيتسنى الجوائز ديال الوليدات الصغار ديال التورنوا ديال المدارس، بقى تيتسال السيد حتى لهاد العام عاد باش خلص 12218 درهم. مصاريف الترميم ديال العريضات ديال المدرسه ديال انس بن مالك اللي ما لعبنا ما حطينا فيها رجلينا الحمد لله، هو 900 درهم، حطينا 900 درهم باش نصوب الخطوات وجرينا وضربنا تمارين على الوراق، وفي الاخر قالوا لنا الله يعاون الله يسمح لكل واحد. الوغ هاد المصاريف الاخرى بالنسبه للمصاريف اللي عندنا اللي كتدخل في خانات شي مرات نخرجوا خصنا نشريو الماء خصنا نشريو التمر خصنا نشريو هادي، المهم كتوصل 2440 درهم ما بينها وما بين هاد 900 ديال البوطو، بلا الصدور اللي كيصايب البوطو ديال الثانوية الطرف المجدية كل مرة. مصاريف الانخراط والتأمين 2333 درهم، تحفيزات اللاعبين 6150 درهم، مصاريف التدريب لأن المدرب كيشد 1000 درهم الشهر، 7000 درهم لحد الساعة تدريب وباقيين حنا من اسبوعين اننا نخلصوا هذه المسائل. اذا وصلت
العدد ديال المصاريف كلها هي 42000 درهم و 641. اذا الباقي اللي دفع لنا في الكونت هو 11442، وتنقول دائما 11442 ماشي باقي، لان باقي تيتسال فيه الباقي، يعني داكشي اللي باقي تيتسالنا تاع 8000 درهم مازلنا ما خلصناهاش، باقي متبوعين بها. وهذا العام خرجت لنا جامعه مشكورين 40000 درهم ديال الدعم، وما عطناش حتى حد ساعه واش غنشدوها ثاني ولا غادي تمشي ثاني بشي حاجه اخرى ما اعلم. المهم تنتمناو انها تشدوها، ولكن هاد 40000 درهم راه ما غادير والو الا كنا غندوزو البريمير ديفيزيون وتبقاو متبوعين بالوليدات الصغار والبنات، كلشي غادي يولي مطلوب انك تشارك بزاف ديال المقابلات. فتنتمنى ان الناس المسؤولين يوصلهم الصوت. صرا نستقبلو بزاف المشاكل، راه غادي نوليو نستقبلو ديما مديبلاسيين، يعني لاعبين برا رحنا خارجين، لاعبين داخل رحنا خارجين، يعني غادي نوليو بحال داك تاع الكوت فاش كانوا حتى هما الكوت ولاو تيمشيو يلعبوا معنا ولا مرة. مازال 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 كيعيشوا مازال. إذا القناة كبار يعني في التريم ديفيزيون مازال ما عطاش البول ديال كازا ولا البول ديال مراكش، غادي ما ديبلاسي كازا جديدة، البول ديال مراكش غادي ما ديبلاسي مراكش من كرير يوسفية. والديبلاسمون طويل ما تينفعش فيه، نمشي الصباح نلعب ونرجع بحال في العشية، ما عندها حتى معنى. إلا غاتدي الدري تمرتو حتى تما ودخلو التيران يلعب مدوخ مازال كاع ما فاق من بحر الطريق، راه ما عندها حتى فايدة. إذا غادي تدخل عندك مصاريف المبيت مصاريف حاجة أخرين، بلا أن هنا راه هي حد الساعة كانت دابزو مع البدلة الرياضية، لأن حتى البدلة الرياضية اللي كتوفر اللي بعض البلايص البلدية كتوفر جميع هاد المسائل هادي، فحنا لحد الساعة مازلنا ما كنستافدوش من هاد الماتريال بصفة كيما خصنا نستافدو، ولو كان غادي يتقسم بطريقة ديمقراطية على حساب لحد الساعة أنا كنطالبو ونتمنى صوتي يوصل، هو أننا ملي كنبغيو نعطيو واحد الدعم نشوفو بعدا على الأقل هاد الجمعية اللي بغينا نعطيوها هاد الدعم شنو عندها، فينا هما المنخرطين، فينا هما الفئات. إلا غنعطي دعم كنشجع الوليدات الصغار اللي عندهم الفئات الصغرى، واللي عندنا حنا على الاقل في الجامعه هذا العام وصلنا في الجامعه الانخراط ديال 110 ما بين الصغار والكبار، وباقي كان من الممكن نزادوا الانخراطات، وباقي عندنا حدين اخرين ولكن وقفنا ما كناش نديروا ندفعوا لهم، وكندفعوا لهم علاش؟ لان التامين ما يوبليش. المهم هذا بقيت الهضره، وراه اخترت التقرير المالي.